يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ولدي تجاوز 20 سنة، فهل أنا ملزم بأمره ونهيه حيث إنه يتأخر عن الصلاة وأحيانا يصليها في البيت؟ إذا كان يستطيع الاستقلال والعيش خارج بيتك فأطرده، إذا لم يمتثل أطرده، دعه يسكن في مكان آخر. أما إذا كان لا يستطيع العيش لأنه ليس معه شيء ولا بيده عمل فيبقى، لكن تلتزم بأمره في كل وقت تأمره بالصلاة، تكرر عليه وتلزمه بذلك. نعم.